يسعد لي اوقاتكم احلى متابعين. بفيديو اليوم رح اقدم لكم توزيعات كتير سهلة وبنفس الوقت اقتصادية من الورق. ممكن تستخدموا ورق جاهز ملون او الورق اللي بنستخدمه دائما بالمكتبات والبيوت. تابعوا الفيديو وشوفوا هالتوزيعات الحلوة كيف نقدر نعملها بطريقة كتير سهلة وكتير بسيطة. بآخر الفيديو رح تشوفوا كيف رح نعمل هالتوزيعات من الورق العادي الموجود بكل بيت، وكيف نقدر نضيف عليه بعض اللمسات لحتى نعطيه شكل حلو لأي مناسبة عنا مثل عيد الأضحى. تابعوا الفيديو وشوفوا التفاصيل. رح نبدأ بتوزيعات الورق الجاهز اللي رح أحكي لكم عنهم، أو ممكن طبعا نستخدم هذا الورق اللي موجود متوفر بكل المكتبات وبمعظم البيوت. هذا الورق أنا جبته من دايسو، كمان متوفر بكتير مكتبات. المقاس هو 15×15 سنتي، يعني على شكل مربع، وانتو بتقدروا تختاروا بين عدة أشكال. يعني هنا الفيديو كل أربع أشكال مع بعض بعلبة واحدة، فيكن تختاروا أي أشكال موجودة بتكون اصلا موجودة على الغلاف. انا اخترت هالاربع اشكال لانه حسيتهم مناسبين كتير للحلويات. في بعض الاشكال مناسبة اكتر لغير مناسبات طبعا. بتقدروا كمان تشوفون موجودين اونلاين او انا جبتهم من دايسو. الطريقة كتير بسيطة. اول شي رح نطوي الورقة، نعمل حد صغير وبعدها رح نطويها بالنص مثل ما شايفين، ورح نرجع ناخدها بالنص مرة تانية. شايفين ما اسهلة ولا اسهل من هيك؟ بعدها رح نرجع نطويها بالشكل الثاني من الطرف الثاني لحتى ناخذ الشكل المضبوط، وهيك صار عنا الشكل المربع بس مع طرف لحتى نقدر نلزق. رح احط عليهم الدبل تيب بهالطريقه على هذا الطرف الصغير اللي نحن عملنا الدبل تيب. هون انا اخترته كتير رفيع، قلت لكم مره انه الدبل تيب في منه عده مقاسات. شايفين؟ وبكل بساطة منلزقه بهالطريقة. بتقدروا اذا مو متوفر عندكم الدبل تيب تستعملوا السيليكون، بس الدبل تيب بيكون اسهل التعامل معه مع الورق. شايفين الشكل كيف طلع عندي؟ هلأ بدي اخذ تقريبا 2 سنتي من كل طرف لحتى اطويها بهالطريقة هاي، وبالطرف الثاني كمان. شايفين هون 2 سنتي وهون 2 سنتي. طبعا انا الورقة قلت لكم مقاسها 15 سنتي ب15 سنتي. اذا عندكم التوزيعات بدكم اياهم حجمهم اصغر، فيكم تاخذوا 3 سنتي ب3 سنتي، يعني هذا الشيء بيعود لكم. وهلا رح نقص الاطراف بهالطريقة. رح ناخذ اول طرف وبعدها بنقصها من الطرف الثاني. شايفين من الطرف اللي بالنص رح نتركه، ما رح نقصه، رح نترك طرف تقريبا نص سنتي او اكتر شوي حسب انتو حجم الورقة عندكم، بس اذا تقيدتوا بالمقاسات بطلع معكم هذا الشكل. هلا هيك صار عندي العلبة تقريبا جاهزة. طبعا نقدر نستخدم الورق المقوى او الكرتون، بس رح يكلفكم طبعا اكتر وصعوبة اكتر بالشغل، بس بيطلع شكله كمان كتير حلو ومرتب، بيطلع مثل العلبة تمام. الخطوة اللي بعدها انه نزينهم بالريبون بعد ما نحط فيهم توزيعاتنا او العيدية، سواء الفلوس للاطفال او حتى الحلويات او اي شيء سوفونير نحن حابين نهديه بحجم صغير. شايفين ما احلاها صارت؟ ما كلفتنا اي شيء، مجرد عبارة عن ورق وريبون وحطينا فيه التوزيعات، وممكن تزينوها باي شيء متوفر عندكم، ممكن ورود ممكن ستيكرز بهالطريقة. انا بالنسبة للريبون هون استخدمت الريبون العادي، ورجيكم انه ممكن نستخدمه بهذا الريبون او الريبون الساتان. الديزاين الثاني اللي رح نعتمده اليوم كمان كتير سهل وحلو. رح نطوي الورقة كمان، نعمل حرف صغير هذا الحرف لحتى نقدر نلزق فيه، وبعدها منسكر بهالطريقة هاي. شايفين منحط الدبل تيب ومنسكر عليه بهالطريقة بأسهل طريقة. شايفين الدبل تيب كتير بيساعد بهالمراحل بالتوزيعات او بالشغل،
لانه بيلزق من غير ما يبين لبرا مثل السكوتش تيب. طبعا اذا مو متوفر الدبل تيب تقدروا تستخدموا السكوتش تيب او السيليكون الهوت جلو مثل ما قلت لكم. المرحلة اللي بعدها بدي سكر طرف كمان بالدبل تيب وممكن بالهوت جلو جان. شايفين رح ألزق هذا الدبل تيب وسكر من هالطرف لحتى أقدر أحط فيه السوفينيرات أو التوزيعات اللي أنا حابة أهديها. ورح أعطيكم هلأ هون بس مثال شوكليت، ممكن تحطوا فيها أي هدية أو أي شيء بس مشان تشوفوا الفكرة. بعدها رح نطويها بس بالعكس، يعني ما رح ناخدها على نفس الطرف اللي حطينا فيه الطرف الأول لما سكرناه، رح ناخده بالطرف المقابل. وإذا عندكم المقص الزيكزاك رح يعطيكم كمان شكل كتير حلو لما رح تسكروها. شايفين بالهوت جلوغان بنقدر منسكرها وبتاخد شكل كتير حلو. وبعدها منقصها كمان من الطرف اللي بلشنا فيه بالزيكزاك، شايفين ما أحلاهم، كمان كتير فكرتهم حلوة. الشكل الثالث رح نعمل عبارة عن بس يعني شكل تغليف لعلبة ممكن نحط فيها السوفينيرات. شكل كتير بسيط بس حبيت أورجيكم إياه كمان إذا ما بدكم تعملوا أي ديزاينات، بس مجرد أنه نحط السوفينيرات ونسكرهم من الجهتين. بس الورق هون ممكن يكون ورق لف هدايا أو ممكن نحن نستخدم الورق المربع اللي أنا ورجيتكم إياه بأول الفيديو، ومنقص بالمقص الزيكزاك بهالطريقة ومنسكر بالهوت جلو جان او بالدبل تيب ما بتفرق. وهيك صارت جاهزة. وهي عندي صارت 3 اشكال او ديزاينات كتير حلوين بنعمل فيهم التوزيعات لكل المناسبات. اخر فكرة رح نعملها هي شكل الظرف او الانفلوب العادي، ممكن يصلح لاي بطاقة تعملوها مثلا بتحطوها على هدية او حتى لتوزيعات تحطوا فيهم السوفينيرات. شايفين انا بس عم سكر كل الكورنرز او الزوايا وبحطهم لجهة النص وبراعي انه يكونوا زي شكل الظرف. كتير طريقة سهلة بس انه الشكل يكون مربع. وبعدها بلزق الجلوغان بهالطريقة او حتى الدبل تيب، بسكره كتير منيح وبراعي انه ما يلزق عندي بالجهة اللي تحت، لانه انا بدي يصير زي ظرف اقدر احط فيه، ما بدنا نلزق الورق الخارجي بالقاعدة بس بدنا نلزقهم ببعض. وبعدها بنحط السوفينير اللي عنا وبنحط ستيكرز بالنص بهالطريقة هاي. شايفين ما احلاه، كمان كتير فكرة سهلة وبتصير لكتير مناسبات، ممكن حتى نستخدمها لبطاقات او كاردز، ممكن نحط فيهم توزيعات للعيد، ممكن يكونوا توزيعات للمدارس نحط فيهم حلويات ونوزعهم، او كتير اشياء ممكن نستخدمهم بهالافكار. بالنسبة للصبايا او الاشخاص اللي حابين يعملوا توزيعات من هالاشكال بس مو متوفر عندهم الورق الملون اللي كنا عم نشوفه باول الفيديو اللي قلت لكم فيكم تطلبوه اونلاين وهو سعره شوي اغلى من الورق العادي، راح نعمل بعض الافكار اللي عملناها بس بالورق الملون العادي، وانتو بتشوفوا كيف راح تكون النتيجة وبتقرروا اي ورق تستخدموه او اي الوان راح تحبوها. هاي راح نعمل الشكل اللي عملناه انه يكون شكل زي علبة بهالشكل هاد، وبنحط فيها توزيعاتنا اللي حابين نحطهم، وممكن ببساطة نكتب عليها اي عبارة نحن بدنا نحطها لاي مناسبة، ممكن يكون عيد سعيد، ممكن يكون لحفلة تخرج، نختار الالوان تكون بلاك اند وايت اور جولد، ممكن حتى نحط صور او بطاقات لعيد ميلاد اذا كنا رح نعمل عيد ميلاد الاولاد بالثيم نفسه نحط عليهم من هالستيكرز او البطاقات. شايفين طريقة كتير سهلة، انا حتى حطيت الشوكولات فيها تكون لونها بلو، كمان هيك تطلع كتير حلوة انه السويت نفس لون الكوفر. وهيك صارت عندي جاهزة. مثل ما قلت لكم بنقص بالمقص الزجزاك، وممكن اذا بدنا نعملها لعيد الاضحى نحط عليها كمان هالخروف الكيوت. شكل الانفلوب العادي الظرف او العلبة العادية اللي ممكن نحط فيها توزيعاتنا كمان نعملها، انا اخترت اللون اليلو كمان حتى اورجيكم الالوان كيف تطلع على هدول الالوان السادة، كتير بيطلعوا حلوين. كمان ممكن نحط عليها عيد مبارك، نرسم اي رسمة نحن يعني بتفرح الاطفال،
ببساطة ولا أي تكاليف. شايفين مجرد ورق عم نقصه بطريقة حلوة ومنلزقه وبعدها منوزعه ومنحط فيهم توزيعات رح يفرحوا فيها الأطفال. أنا هون حطيت كمان لولي بوب لونها يلو، قلتلكن دايما هيك بحب يكونوا التوزيعات نفس الكفر، بطلعوا كتير حلوين كمان كتير حلوة. وفينا طبعا نلزق عليهم ستيكرز حتى يطلعوا أحلى، وفينا نرسم عليهم، هذا الشي بيعود لموهبة كل شخص وحسب انتو المناسبة. هلأ رح نعمل كمان نفس العلبة اللي عملناها بس رح أعملها بشكل أكبر، أكثر من 15 سنتي لحتى تشوفوا إذا بدكم تعملوها بشكل أطول كمان كتير تطلع حلوة. وهون طويتها من الجوانب بس حطيت 3 سنتيم مو بس 2 لأنه عندي مساحة، وقصيتها بمقص الزكزك لحتى يكون في معي مجال، وبعدها قصيت الجوانب والأطراف من هالطرف ومن الطرف الثاني بهالطريقة هاي، وهيك صار عندي البوكس جاهز لحتى أحط فيه توزيعاتي. شايفين نحن بنروح على الأسواق بناخد هدول التوزيعات بمبالغ عن جد بتكون كتير كتير كبيرة، وهي فكرتها كتير بسيطة وما بدها أي شيء، يعني ما بتكلفكم أي شيء غير بس إنه نقعد نقص، بس نعرف كيف نقص بشكل حلو ومرتب. كمان ممكن نكتب عليها أي عبارة، راح نكتب عليها كمان عيد مبارك بهالطريقة، أو ممكن نكتب اسم الشخص اللي رح نهديه، أو ممكن إذا كنا عاملين حفلة عيد ميلاد للأولاد نحط عليها مثل ما قلت لكم الأفكار الحلوة هي، أنتوا بعود لكم شو بتحبوا تحطوا عليهم. شايفين أنا كمان حطيت عليها هذا الخروف الكيوت، شوفوا أحلاهم. بكل بساطة تكاليف كتير اقتصادية، وبنفس الوقت تعملوا أجواء حلوة بالعيد. ما تقولوا أنه لازم نجيب ورق ملون أو ما عندي ورق ملون، لا، ورجيتكم أنه حتى بالورق العادي المتوفر بكل بيت حتى الورق الأبيض بيطلع كتير حلو إذا حطينا له بعض الستيكرز وبيطلعوا أحلى توزيعات. بتمنى تكون أفكار فيديو اليوم حبيتوها، وإذا حبيتوها ما تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة لتصلكم إشعارات الفيديوهات. تابعوني على الفيسبوك والإنستغرام، وحساباتي موجودة بالديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف. مني إلكم أحلى وأغلى سلام.